السلام عليكم. كما هو مبين في الشكل أمامك، هذه هي الذرة حسب تصور نيلز بور، أن النيوكليوس نواة الذرة تكون في المنتصف، والإلكترونات تكون في مدارات محددة ذو طاقة محددة. حسب هذا الموديل سنبحث في ذرة الحديد. الحديد النوكلوس يعني النواة فيها كم بروتون؟ ما هو العدد الذري لها؟ 26، يعني 26 بروتون داخل نواة ذرة الحديد. البروتون كما ترى في الشكل المبين أمامك شحنة موجبة. طيب، شحنة موجبة بجنبها شحنة موجبة حسب قانون كولومب للقوة الكهرومغناطيسية، فإن الشحنتين في بينهم قوة تنافر يتناسب طرديا مع كتلة الشحنتين وعكسيا مع مربع المسافة حسب قانون كولوم. وهذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن القوة الكهرومغناطيسية تعمل على تنافر البروتونات اللي هي 26 بروتون. طيب، لماذا لا تنفرد ذرة الحديد إذا في قوة تنافرية في لب النواة؟ لأن هناك قوة أخرى تسمى القوة النووية القوية تعمل على تجاذب النواة وتجعل النواة متماسكة. ففي نواة ذرة الحديد القوة النووية القوية متعادلة مع القوة الكهرومغناطيسية، وهذا لا يكون إلا لذرة الحديد بنظائرها. وهذا ما يكسب الحديد البأس الشديد. يعني بدي أورجيك، رسم بياني يبين لك. هذا هو الرسم البياني. لاحظ هنا شو مكتوب، اقرأ معي. هذا الرسم البياني ماذا يقول؟ خلينا نكبر الصورة، كبر الصورة. اقرأ هنا ماذا يقول هذا الرسم البياني. شو اسم هذا الرسم البياني؟ هذا شو اسمه؟ Binding Energy per Nucleus، يعني قوة الترابط لكل نواة، لكل نواة. الآن لاحظ هنا Fe، هذا رمز الحديد، رمز الحديد. ماذا يقول هنا؟ The iron group of isotopes are the most tightly bound. لماذا؟ ليش الحديد ونظائره most tightly bound؟ ليش الحديد ونظائره هو أكثر العناصر مترابطة في نواتها، في أنويتها؟ ليش؟ لأنه القوة النووية القوية متعادلة مع القوة الكهرومغناطيسية، وهذا فقط للحديد. هل في عنصر آخر غير الحديد حقق هذا القسط وهذا التعادل وهذا العدل؟ الجواب لا. ذرة الحديد، بل أقول عفوا نواة ذرة الحديد،
لا أقول ذرة الحديد، أقول نواة ذرة الحديد. النواة داخل فيه بأس شديد، داخل نواة ذرة الحديد القوة النووية القوية تعادل القوة الكهرومغناطيسية مقدارا، وتعاكسها اتجاها، فهذا ما جعل الحديد the most tightly bound